أهلا بكم ومرحبا بكم في هذه الورشة الجديدة ومعكم صلاح الدين. قبل البداية وكالعادة يمكنكم الاشتراك، التوزيع والتعليق على يوتيوب، فيسبوك وانستغرام. وصفة اليوم هي مادلين أو لمادلين بالفرنسية، نسبة إلى مادلين بولمييه، إحدى الخادمات في القرن 18 عند عائلة أرستقراطية اللي كانت كتنزج هذا الحلوى. ويقال أن المسافرين الفرنسيين القادمين من سان جاك دو كومبوستيل قاموا بجلبها إلى فرنسا وبالضبط إلى منطقة لورين. خليكم مع المكونات ومراحل التحضير. لإنجاز 24 مادلين نحتاج إلى المكونات التالية: 120 غرام من الدقيق، 90 غرام من السكر، 80 غرام من الزبدة المذابة، 3 بيضات، قشرة الليمون، خميرة صناعية، ثم الملح. أول حاجة نقوم بها نقوم بوضع البيض في الإناء، 3 البيضات، نضيف للبيض نضيف السكر، كذلك نقوم بالمزج. والآن نقوم بإضافة الدقيق والخميرة الصناعية والملح، ونقوم بالمزج مرة أخرى بهذه الطريقة. كنشوفوا عندنا واحد الخليط جميل جدا اللي غادي نضيفوا عليه الزبده المذابه، المذابه اللي غتكون كذلك بارده. ومن بعد نضيفوا قشره ديال الليمون بهذه الطريقه، كتبقى اختيارية. هنا تحضير الخليط ديال المادلين. ومن الأسرار اللي غنعطيكم المادلين أنه غادي نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. يمكن لنا استعمال كيس الحلوى باش لإضافة الخليط بهذه الطريقة، كتكون أسهل. نملؤ فقط نصف ديال المكان اللي كنعملوا فيه المادلين، وكذلك يمكننا استعمال ملعقة. كنظن أن هذه الطريقة هي الأسهل. كما شفتوا طريقة تحضير المادلين هي جد سهلة. قبل استعمال
الخليط لإنجاز هذه الحلوى من الأحسن وضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. كذلك استعمال قشرة الليمون اللي كتبقى اختيارية مكنتنا من إعطائها واحد النكهة جميلة، ويمكن استعمال على سبيل المثال كمية قليلة من مسحوق اللوز اللي غيعطيها واحد البنية جميلة كذلك. ويمكن لنا استعمال الشوكولاتة باش نعطيوها واحد النكهة، وكالعادة أنصحكم بالإبداع باش تنجزوا هذه الوصفة. أتمنى أن هذه الوصفة قد نالت الإعجاب ديالكم، وألقاكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.